أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، يسرنا في ختام أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 33 أن نعرب لكم عن بالغ الشكر والامتنان على مشاركتكم القيمة ومساهمتكم الثرية في أعمال هذه القمة المباركة التي برهنت نتائجها الطيبة على حرصنا الجماعي ورغبتنا الصادقة للدفع قدماً بمسيرة العمل العربي المشترك تحقيقاً لمصالح دولنا الشقيقة وشعوبها الكريمة. ويحدون الفخر والاعتزاز باستضافة مملكة البحرين لهذا الاجتماع المبارك برسائل وأهدافها النبيلة والخيرة، ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نكرر شكرنا الخالص وتقديرنا البالغ لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وجميع منتسبي أمانتها العامة على ما بذلوه من جهد لافت وسعي مخلص لإنجاز أعمال هذه الدورة المهمة على أفضل وجه ممكن. وفي الختام نسأل المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا ويسدد خطانا لخير ونفع أمتنا العربية، متمنين لجمهورية العراق الشقيقة كل توفيق ونجاح لدى استضافة أعمال القمة العربية القادمة بعون الله تعالى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.